السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. إذا في هذا الفيديو غنحاولوا نتكلموا على أمازون كات دي بي أو لا أمازون كيندل ديريكت بابليشين. غادي نتكلموا على يعني ما معنى أمازون كات دي بي، ثم كيف نقوم بنشر أول كتاب بدون أي أدوات مدفوعة، يعني كلهم بالمجان، يعني من الأول إلى الآخر. وغنديروا ديمونستراسيون أمامكم، يعني غنحاول أنا ننشر كتاب أمامكم من البداية إلى النهاية، من طريقة البحث عن كلمات مفتاحية إلى غير ذلك. إذن اولا اللي مازال ما دارش كونت امازون كات دي بي يحاول يفتح كونت امازون كات دي بي، يعني طريقه التسجيل موجوده في اليوتيوب وعديده، يعني واي واحد يقدر يسجل بسهوله. اولا ما معنى امازون كات دي بي؟ امازون كات دي بي هي واحد المنصه اللي كتمكن اي شخص كيف ما كان في العالم، حاليا راه مفتوحه للجميع ولكن من بعد ممكن تغلق، باش يساهم اولا اما بكتاب يعني ذات محتوى، كتاب ذات محتوى، أو لا كتاب متوسط المحتوى، أو لا كتاب بدون محتوى. ما معنى كتاب ذات محتوى؟ غادي نحاولوا ندخلوا الأمازون ونقلبوا أمازون، مثلا غادي نكتبوا ريسيب بوك. ملي غنكتبوا ريسيب بوك غيعطينا الكتب ديال الوصفات. إذا لاحظوا معايا مزيان، دونك هذا ريسيب بوك، إذا هذا ريسيب بوك، إذا هذا كتاب، يعني ملي غندخلوا له غنلقاو تما الداخل ديالو الوصفات، الوصفات ديال الاكلات هذا. اذا وصفات كامله داخل الكتاب، ولكن هذا الكتاب هذا يعني صعيب باش غنصاوبو حنايا كمبتدئين. الا كنت كتقدر تصاوبو ماذا بينا تصاوبو وتنشرو، لان غيكون عليه اقبال كثير وغادي تبيع منه واحد العدد كبير. لماذا؟ لان هذا لاحظوا هذا فيه 500 ريسيب، 500 اكله، 500 وصفه، مادام عنده 3000 مراجعه وعاطينه تقريبا 4.5 يعني من 5 نجمات ولا 4، يعني هذا الكتاب راه كيجيب واحد المدخول هائل لصاحب هذا الكتاب، والثمن حتى هو مرتفع. لاحظوا من 13.70، وإلا بغيت سبيرال 32، يعني إلا بغيت تديه مطبوع، إلا بغيت تديه مطبوع تخلص 32 دولار ويطبعوه ويصيفطوه لك الدار. هذا كتاب بالكامل، هذا كتاب افي كونتوني ولا ويذ كونتنت بالإنجليزي. إلا بغينا نشوفوا كتاب لو كونتنت، لو كونتنت مثلا نديرو ندخلوا الأمازون كذلك، غادي نديرو مثلا كولورين بوك. من كولورين بوكس، ملي غنديرو كولورين بوكس غيعطينا كتب ديال التلوين. إذن هذا لو كونتنت، يعني فيه محتوى لكن محتوى قليل. كتدخل داخل غتلقى صفحات بحال هذا النوع، يعني صفحات فيهم رسومات غير ملونة وأنت تقوم بتلوين هذه الرسومات أو تشتري لابنك إلى غير ذلك. إذن هذا كتاب يسمى لو كونتنت، لو كونتنت يعني محتوى متوسط. ثم النوع الآخر من الكتاب هما الكتب الفارغة، نو كونتنت، جورنال مثلا، جورنال. إذن هذا الكتاب هذه الكتب فارغة من الداخل، مثلا نختار كتاب، هذا الكتاب من الداخل يحتوي على صفحات فارغة. إذن مثل هذه الصفحات، صفحات فارغة، ونحن سوف نتكلم في هذا الفيديو عن طريقة إنشاء هذه الكتب الفارغة، يعني كتب ذات المحتوى أو الكتب بدون محتوى. إذن أول شيء، أول خطوة يجب القيام بها لكي نقوم ب يعني انشاء كتاب فارغ المحتوى او دون محتوى، الطريقه التي اعتمدها، اولا افتح ملف بلوك نوت فارغ، ثم اقوم بتسجيله في ملف مونجستريسو، ثم اختار ملف جديد، مثلا نضع هنا نوفو دوسي، اذا نسميه مثلا تيست، فقط سوف اقوم بتجربه تيست. اكتب هنا فايلز انفورميشن، معلومات مثلا. سوف نفتح ملف ثم نسجل في هذا هذه الوثيقه. اذا اول شيء سوف ابدا ابحث عن نوع من الكتب الذي اريد ان اقوم بانشائه. اذا نحن مثلا نريد ان نقوم بانشاء كتب للرسم تسمى سكتش نوت بوك، سكتش نوت بوك. لاحظ معي جيدا، عندما قمت بكتاب سكتش نوت بوك اقترح علي بعض الكلمات سكتش نوت بوك فور كيدز. اذا لاحظ، اذا ضغطت على سكتش نوت بوك فور كيدز هنا 550,000 نتيجه، يعني هذا المجال الذي اريد ان اكتب فيه يحتوي على منافسه كبيره جدا. اذا هنا يجب ان اضيف كلمات ثانويه، مثلا فور كاتس لوفر، سكتش نوت بوك فور كاتس لوفر،
يعني لمحب القطط 3000 نتائج، 3000 نتيجة، يعني قلت المنافسة. إذن هنا 408 نتيجة. إذن سوف أقوم بإنشاء هذا الكتاب، يعني هذا الدفتر، لاحظ معي. إذن سوف أقوم بكتابة العنوان في هذا الملف، نسخ العنوان في هذا الملف. إذن سوف أستعمل كلمات سكتش بوك ثم نوت بوك ثم دراوين دودلين سكتشي وكاتس ولا كاتس لوفر، يمكن أن نكتب كاتس لوفر، يعني لمحب القطط نقوم بتزيين الغلاف بقطة أو ما شابه ذلك. لاحظوا معي جيدا هنا 84 نتيجة. إذن يمكنني أن أقوم بإنشاء كتاب في هذا المجال، قم بنسخ هذا العنوان ثم أضع كولهم. لاحظ معي جيدا، هذا العنوان يحتوي على عدة كلمات مفتاحية، سكتش بوك مثلا هذه كلمة مفتاحية، ثم نوت بوك كلمة مفتاحية، ثم دراوين كلمة مفتاحية، ثم دودلين كذلك كلمة مفتاحية، ثم سكتشين كلمة مفتاحية، ثم كاتس لوفر محب القطط كلمة مفتاحية كذلك. إذن لاحظوا معي جيدا هناك عدة كلمات مفتاحية يمكنني أن أقوم بإدماجها في هذا الكتاب، أو يمكن أن أضيف كلمات أخرى مثلا سكتش بوك مثلا دراوين نوت بوك، دراوين نوت بوك. لاحظ معي جيدا هذه الكلمة المفتاحية سوف أعتمد عليها في إنشاء الكتاب. إذن سوف أخذ نظرة عن الكتب التي تم إنشاؤها من قبل. هذا الكتاب يباع لأن لديه بيست سيلر رانك أصغر من مليون، يعني يباع. إذن هذا الكتاب يباع، أبحث عن محتواه، كذلك هذا الكتاب كي أخذ فقط فكرة. إذن لاحظوا معي جدا الكتاب الأول هو هذا الكتاب، والكتاب الثاني هو هذا الكتاب. عندما أدخل إلى محتوى الكتاب سوف أجد أنه يحتوي على هذا الكتاب، لا يظهر محتواه. ضغط إلى عن هذا الكتاب ثم أبحث. إذن لاحظوا معي جيدا هذا الكتاب يحتوي على صفحات فارغة، صفحات فارغة، صفحات فارغة. إذن كيف أقوم بإنشاء مثل هذا الكتاب مثلا، مثل هذا الكتاب؟ إذن الآن اخترت الكتاب الذي سوف أقوم ب يعني إنشائه. الخطوة الثانية هي يعني إنشاء المحتوى الداخلي للدفتر، ومن أجل هذا الأمر هناك يعني أداة مجانية يمكنني أن أستعملها وهي Anterior Wizard. سوف أعطيكم الرابط في الوصف، أدخل على الرابط ثم أضغط على Anterior Wizard ثم أختار الداخل مثلا هذا النوع Sketchbook أو هذا النوع، يمكن أن أختار هذا النوع. لاحظ معي جيدا إذا أردنا أن نبحث عن الخصائص الخاصة بهذا الكتاب نقوم بالنزول إلى هنا 8.5 في 11 إنش، سجلها هنا في الدفتر، ثم سوف أقوم بوضع 100 صفحة أو 120 صفحة. مثلا أنا سوف أضع 120 صفحة مثلا. إذا لاحظ معي جيد، أختار الحجم 8.5 في 11 ثم 120 صفحة ثم أضغط على Download. إذا أختار أولا النوع ثم أختار الحجم ثم أغير عدد الصفحات. إذا قمت بتحديد النوع قبل أن تقوم باختيار سوف يعني يتغير هذا يعني الحجم أوتوماتيكيا. لاحظ إذا ضغطت هنا يتغير أوتوماتيكيا. إذا يجب الاختيار أولا ثم تحديد الحجم، بعد ذلك سوف أضغط على Download. إذا الآن قمت بإنشاء المحتوى الداخلي، أضغط باليمين ثم أضغط على Enregistre sous ثم أبحث عن الملف الذي قمت بإنشائه سابقا ثم أخزن هذه الوثيقة داخل الملف الذي قمت بإنشائه. الآن سوف أقوم بإنشاء الغلاف. إذا قمت بإنشاء المحتوى، انتهيت من المحتوى، الآن سوف أقوم بإنشاء الغلاف. لكي أنشئ الغلاف سوف أحتاج إلى أداتين. الأداة الأولى هي كيفية معرفة حجم الغلاف. هنا نستعمل أداة خاصة بأمازون أكاديبي وهي مجانية، سوف أعطيكم يعني الرابط في الوصف، وهي Cover Template Creator، سوف أعطيكم الرابط في الوصف. هنا أختار نوع أو حجم الكتاب 8.5 في 11 وأسجل هذه المعطيات بالإنش 8.5 في 11 وبالسنتيمتر 21.5 في 27.94
سنتيمتر، هنا 120 صفحة. ثم الداخل يجب أن يكون، ثم نختار الداخل يعني أبيض أو الأورق، ثم أختار لون الصفحات يعني أبيض أو لون الورق كريم أو كولور، نختار وايت يعني أبيض، ثم أضغط على داونلود. إذن بعد أقوم بالضغط على داونلود سوف أقوم بتحميل ملف مضغوط هذا الملف، ثم أقوم بنسخ هذا الملف وأضعه في الملف الذي أشتغل عليه. تست، أضعه هنا كولي، ثم أقوم بفك الضغط، أضغط باليمين إكستراكت هير. إذن هو، إذن هذه الصورة سوف أحتاج إلى هذه الصورة وسوف أشتغل عليها في أي برنامج يعالج الصور. أنا أستعمل فوتو فلتر، سوف أعطيكم رابط التحميل في الوصف، هو مجاني وسريع يعني التحميل مجاني، يمكن تحميله في دقيقة. ثم أقوم بفتح الفوتو فلتر ثم أضع هذه الصورة هنا. إذن لاحظوا معي جيدا، أول معلومة يجب أن أخذها هي حجم هذا الملف. إذن أضغط باليمين ثم أضغط على طاي دو لازون دو تخاباي طاي، ثم أضغط هنا بالسنتيمتر 44.50 ثم 28.57. لاحظ هذه المعلومات يجب أن أتذكرها جيدا، 44.50. والآن سوف نتوجه إلى الأداة الثالثة وهي كانفا، أداة مجانية كانفا. فيما بعد سوف أشرح لكم طريقة يعني إنشاء هذه الكتب بأداة مدفوعة، هي رخيصة الثمن يمكن أن تفيدكم كثيرا جدا. أضغط على كري، أدخل إلى كانفا.com، ثم يجب أن أقوم أن أكون مسجلا يعني أنشئ حساب أولا قبل أن أشتغل عليه. طريقة الإنشاء الحساب بسيطة جدا يعني لن أضيع فيها الوقت. أضغط على كري أند ديزاين، ثم أضغط ديمونسيون بيرسوناليزي، ثم أكتب هنا العرض بالسنتيمتر، ثم أخذ الارتفاع من هنا، إذن العرض ثم الارتفاع، ثم أضغط على كري أند ديزاين، ثم أعود إلى الملف الذي في الفوتو فلتر. بعد ذلك أقوم بالضغط باليمين على هذا الملف وأقوم بالضغط على أنجستريسو، ثم أذهب إلى الملف الذي قمت بإنشائه تست، وأقوم بتسجيل هذا الملف لكن بصيغة جي بي جي وليس بي ان جي لكي ينقص حجمه. أضغط على انجستر أوكي. إذن بعد فتح كانفا، أقوم بتحميل ذلك الملف الذي قمت بتسجيله الآن، أضغط على تيليشارجي، ثم أضغط على تيليشارجي ان ايماج، ثم أبحث عن الملف وهو هذا الملف الذي قمت بتسجيله الآن. أوفغيغ، بعد أن أفتح الملف ها هو، أضغط عليه ويظهر هنا، ثم أقوم بتكبير هذه الصورة. فقط أستعمل هذه الصورة لكي أعرف أين يمكن أن أقوم بالرسم أو الكتاب، ثم بعد ذلك أشتغل كما أريد يعني أختار خلفية معينة. يمكن أن تختار خلفية هنا من الصور وممكن تحملها من مكان آخر، مثلا أقوم بتحميل أنا الصور من موقع بيكساباي، موقع بيكساباي، سوف أعطيكم الرابط أيضا في الوصف. مثلا أكتب هنا دودلين وأختار نوع الغلاف، مثلا أختار هذا النوع. إذن الآن تم فتح الخلفية، يمكن أن أقوم بأخذ كلمة مفتاحية منها باترن، مثلا باترن كوفر، باترن ديزاين. إذن لاحظوا معي جدا، باترن ديزاين إن كوفر في الغلاف، يعني كل المعلومات أسجلها، ثم أضغط على تحميل داونلود. إذا الآن تم تحميل هذه الصورة، والآن أعود إلى كانفا ثم أقوم بتحميل تلك الصورة، أضغط على تيليشارجمون ثم أقوم بتحميل تلك الصورة. إذا هي في هذا المكان، هي هنا. بعد تحميل الصورة أضغط عليها سوف تظهر هنا، سوف أقوم بتكبيرها هذه الطريقة، ثم يمكن أن أقوم بإخفائها. والآن أقوم بإضافة نص هنا تكست، يجب أن أكتب النص الذي هو موجود في العنوان سكتش بوك نوت بوك فور دراوينج دودلينج أور سكتشينج، يجب أن أكتب هذا العنوان. نختار هنا أجوتي أن سو تيتخ، ثم أضغط على كنترول في كولي وأقوم بتكبير النص 32 مثلا،
سكتش نوت بوك، ارجع الى السطر. يمكنك ان تتحكم يعني في هذا الامر كما تريد، فور دراوين دودلين اور سكتشين. اذا هذا هو النص، سوف اقوم بوضع النص هنا. ان اضع النص هنا مثلا سكتش بوك نوت بوك فور دراوين دودلين اور سكتشين. يمكن ان اقوم بتكبير النص بهذه الطريقه. يمكن ان اقوم بتغيير نوع الكتابه. هناك كتابات مجانيه وهناك كتابات يعني مدفوعه، مثلا هذه مجانيه، اذا مناسبه جدا. اذا الان عرفت اين اضع تكست النص. اذا الان اقوم بازاله تلك الخلفيه، يعني هذه الخلفيه اقوم بازالتها وارجع هذه الصوره، ثم اقوم ب يعني اعطاء 100% للصور. والان النص اقوم بتغيير لونه، اللون الابيض مثلا لكي يظهر، ويمكن ان اقوم بتغيير حجمه كذلك ماجيسكول اور سكتشين. اذا اظن انه لا يظهر. يمكن ان اضع يعني element قبل النص لكي يظهر، لكي تظهر الكتابة. إذا لكي تظهر الكتابة أختار مثلا هذا الشكل، أضعه في الخلف هذه الطريقة، ثم أضعه في الخلف position arrière. بما أننا نريد إنشاء كتاب عن القطط، يجب أن أبحث عن قطة لكي أستعملها. إذن نضع الصورة كما يلي. بعد أن أقوم بإعداد الغلاف، أضغط على هنا تحميل، ثم أختار PDF pour impression ونضغط على تحميل. إذا تم تحميل الصورة، هي أو الغلاف، لاحظ سوف يظهر كما يلي. الآن قمت بإعداد الغلاف، أقوم بتخزينه في نفس الملف انريجستريسو، ثم أذهب إلى تيست، ثم أسميه كوفر لكي لا أخلطه بين المحتوى. كوفر يعني الغلاف، أضغط على انريجستر. إذا الآن انتهيت، أعددت المحتوى الداخلي وأعددت الغلاف، لن أحتاج إلى أي موقع الآن. سوف الآن أتوجه إلى أمازون كاديبي، والآن أضغط على، نحن نريد أن ننشئ كتاب فارغ يعني دون محتوى، نضغط على بيبر باك وليس كيندل إيبوك، بيبر باك يعني كتاب ورقي. ثم أضغط على يعني أختار اللغة، سوف أشتغل باللغة الإنجليزية أو أي لغة تريد، هناك عدة لغات يمكنك أن تشتغل بها. نحن سوف نستغل باللغة الإنجليزية. إذا نكتب العنوان الذي اخترناه هنا for cat lover. ثم الخصائص هنا، وعشرين بيج. يمكنك أن تضيف بعض الكلمة المفتاحية هنا، مثلا هذه الكلمة drawing notebook. pattern design in matte cover. matte cover يعني نوع الغلاف وماذا يعني يوجد في الغلاف. هنا يمكن كتابة الاسم الشخصي، ولكن لا أنصحك بكتابة الاسم الشخصي، وإنما اكتب يعني كلمات مفتاحية. مثلا نختار هذه الكلمة المفتاحية notebook دراوين بوك أو سكتش بوك. سكتش بوك هنا سكتش بوك، ثم مثلا إديشن مثلا، وهنا نكتب الوصف، نكتب هذا العنوان كوصف، ثم ندخل داخل العنوان بعض المعلومات، مثلا أوسوم سكتش بوك for drawing, doodling or sketching
مثلاً this أو some sketchbook for drawing, doodling or sketching makes a great gift idea for girls or women that love cats. مثلاً ونديروا الخصائص ثم الخصائص الكتاب. This sketchbook is 8.5 inch x 11 inch. إذن قم بكتابة وصف يمكن أن تكتب إلى غاية 3000 كلمة. I own the copyright, لدي الحقوق. هنا أكتب تلك الكلمات المفتاحية التي اخترتها. Sketchbook, notebook, drawing, doodling. يمكن أن أقوم بإضافة هنا book, مثلا drawing book, doodling book, sketching, مثلا notebook أو book. مثلا cats lover notebook, ثم drawing notebook for girls. يعني أقوم بكتابة بعض الكلمات التي يمكن أن يبحث عنها أي شخص. categories, يمكن أن أختار يعني categories. ما أبغى أبحث هنا عن categories مناسبة. arts general مثلا, وأيضا يمكن أن أضيف كاتيجوري أخرى كوميكس جنرال مثلا سي. إذا قمت باختيار, يعني لدي الحق فقط في اثنتين واخترت اثنتين. أدلت كونتنت ناو, ثم بعد أن أقوم بملء هذه المعلومات أضغط على سيف أند كونتينيو. سيف أند كونتينيو. بعد أن أضغط على سيف أند كونتينيو أضغط هنا لكي يعطى لي رقم من لكي أحصل على رقم مجاني. في السابق كان هذا الرقم يطلب من المكتبات, الآن هو مجانا من أمازون. ثم أختار خصائص الكتاب, هنا لا أكتب أي شيء. Black and White Interior. ثم هنا أختار الحجم 8.5×11. Matte Cover أو Glossy. هنا الانتيريور يعني الداخل. وأذهب إلى الملف الذي قمت بإنشائه. Sketchbook Notebook for Drawing. إذن هذا هو. أفتح هذا الملف. No bleed يعني هناك هوامش. Bleed يعني ليست هناك هوامش. إذن الآن قمنا باختيار المحتوى الداخلي. هنا أضغط, يمكن أن أقوم بإنشاء الغلاف مباشرة على أمازون لكي أسهل على رأس العمل. لكي إذا أردت أن لا تشتغل على كانفا وفوتو فلتر وأي برنامج آخر, يمكنك أن تكتفي فقط بالضغط هنا وتقوم بإنشاء الغلاف مباشرة من هنا. لكن نحن قمنا بإنشاء الغلاف على كون. أضغط هنا ثم أضغط Upload Cover File, ثم أذهب إلى الكوفر وهو هذا الكوفر الذي قمت بإنشائه الآن. سوف يعني يتأخر نوعا ما لكي يظهر الكتاب هنا. لكن بعد أن يتم تحميل الغلاف أضغط على Launch Previewer, يعني أقوم بمشاهدة الغلاف وأراجعه قبل نشره. إذن بعد أن يتم تحميل المشاهدة أو المراجعة, مراجعة الكتاب, لاحظ الغلاف سوف يكون كما يلي, لا يوجد أي خطأ. عندما يكون هناك خطأ تظهر لك علامة انتباه هنا, يقول لك هنا راجع المرجو مراجعة الكتاب, ويجب أن يكون ما داخل ما مكتوب هنا يجب أن يكون هو الذي مكتوب في العنوان أو أغلبه, يعني يمثل نسبة كبيرة منه. فإذا كتبت هنا جملة يجب أن تكتبها في العنوان هنا أيضا, أو إما كلها أو نسبة منها. ثم أضغط هنا الآن المحتوى, الصفحة الأولى, الصفحة الثانية, الصفحة الثالثة إلى غير ذلك. بعد ذلك أضغط على Approve, ثم أختار الثمن. مثلا هنا يمكن أن أختار يعني أقل قيمة هي 3.82, أكبر قيمة هي 250. إذا مثلا يمكن أن أختار مثلا 4.99, لكن إذا ضغطت هنا لا يقبل ذلك الثمن. لماذا؟ لأنني إذا ضغطت هنا أسمح لأمازون بتوزيع هذا الكتاب في المطبعات, يعني بطبع كمية كبيرة. مثلا إذا اشتهر هذا الكتاب
وأصبح مشهورا في منصة أمازون. بعض المطبعات تريد طبعه ووضعه داخل المحلات التجارية الخاصة بها. إذا قمت بالسماح لهم يجب أن يكون الثمن مرتفعا. لماذا؟ لأنها سوف تأخذ منك نسبة كبيرة. ولذلك مثلا أضع 5.99. قاعد معي؟ إذن إذا بيع مباشرة على أمازون سوف أقوم بكسب 1.30 دولار على النسخة. إذا بيع من طرف المكتبات أو وزع من طرف بعض الأشخاص والمكتبات سوف أربح فقط 0.11. إذا أردت أن تربح أكثر أضف إلى الثمن هنا مثلا 6.99 يعني كما تريد. وهنا في المنصات الأخرى مثلا أمازون بريطانيا يمكنك أن تختار 5.49 مثلا، أمازون دي أو ألمانيا أو فرنسا إلى غير ذلك. يمكنك تغيير الثمن كما تريد هنا كي يكون الثمن معقولا نوعا ما. إذن ثم بعد ذلك أضغط على Publish Your Paper Book. إذن تم نشر الكتاب وهو في انتظار المراجعة. إذن سوف تتم مراجعته. بعد أن يتم مراجعة الكتاب سوف يظهر هنا Live. بعد أن يكون Live مثل هذا الكتاب تدخل هنا ثم تختار الدولة التي تريد أن ترى فيها كتابك، تعني الولايات المتحدة. إذن أتمنى لكم التوفيق في هذا العمل. تحياتي وإلى اللقاء.